ناخد دلوقتي على التليفون استاذ ايمن سلامه استاذ القانون الدولي. اهلا بحضرتك يا دكتور. كيف قرات يعني قرارات محكمه العدل الدوليه اليوم وردود الافعال حولها، سواء ردود الافعال الدوليه والعربيه وايضا من الجانب الاسرائيلي الرافض لهذه القرارات واللي رد على طول بضرب النار على رفح؟ مساء النور استاذ هدير. ما صدر اليوم من اوامر ضد اسرائيل باتخاذ تدابير تحفظيه مؤقته، ولكنها اوامر اضافيه معدله بناء على طلب الدولة المدعية جنوب أفريقيا، أثلج كل الصدور ولمس غياطة وشغافة القلوب. لماذا؟ لأن إسرائيل في هذه اللحظة الحرجة التاريخية لم تكن لتتمنى أو تتوقع أن تقوم العدل الدولي، الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، بأن تتخذ المحكمة أوامر ضد إسرائيل وهي أوامر إلزامية ملزمة لكافة الدول أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وعدد الدول 153، أن تقوم المحكمة بأمر وليس مطالبة، أمر إسرائيل بالسماح لأي لجنة تحقيق دولية تبع الأمم المتحدة للتحقيق في مدى ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، فضلا عما تقدمتم به وهو أيضا الفتح الفوري والتسهيل الفوري للمساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة من معبر رفح البري، فضلا عن أن تقوم إسرائيل فورا ومنذ هذه اللحظة وبمهلة زمنية 30 يوم بموافاة دولة جنوب أفريقيا الدولة المدعية ضد إسرائيل، موافاتها بما اتخذته إسرائيل من تدابير احترازية وإجراءات تنفيذية ميدانية تواجه وتتماشى وتتسق مع الأوامر المعدلة الجديدة الذي صدرت اليوم، وهي الأوامر المعدلة للأوامر السابقة التي صدرت عن المحكمة في مارس ويناير الماضيين. لذلك هذه الأوامر الإلزامية الصادمة لإسرائيل حازت قبول العالم بأسره، حتى أن الممثل للشؤون الخارجية المنسق للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي صرح تصريحا قانونيا دبلوماسيا خارقا، وهو أن على دول الاتحاد الأوروبي كفة الاختيار ما بين تأييد المنظمات الدولية أو تأييد إسرائيل المحتلة للأراضي الفلسطينية. جمهورية مصر العربية من فورها قامت جمهورية مصر العربية، وسواء عن طريق البيان المهم القانوني الدبلوماسي الذي صدر عن الخارجية المصرية أو المكالمة الهاتفية للسيد الرئيس الفتاح السيسي مع رؤساء العالم وفي الصدارة من الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أكد سواء البيان الخارجية أو الاتصالات الهاتفية الفورية للسيد الرئيس الفتاح السيسي أشار سيادته مع الخارجية المصرية إلى ضرورة أن تقوم إسرائيل بتنفيذ كل الأوامر المختلفة التي صدرت عن الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في رعاية محكمة العدل الدولية. دكتور أيمن، عايز أسألك قانونيا إيه هي الخطوة اللي جاية لإلزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية؟ الخطوة القادمة يا فندم أن تقوم الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية وعددها 152 دولة، 152 دولة باتخاذ التدابير المضادة ضد إسرائيل، ضد تدابير مختلفة، قطع علاقات دبلوماسية، حظر تجاري، حظر اقتصادي، حظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، حظر الطيران الإسرائيلي والسفن الإسرائيلية من الدخول إلى المطارات والمواني للدول، وعددها 152 دولة غير إسرائيل طبعا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة
لمنع والعقاب على الإبادة الجماعية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.